أيسلندا هي أرض الثلج والجليد، لكنها أيضاً أرض البراكين، وقد تكون آخر ما تبقى من الطبيعة العذراء في أوروبا. تقبع مروجها فوق مواد تغلي في أعماق الأرض تحت المحيط الأطلسي. في حين يشكل الجليد 11% من مساحتها، فإنها تعد أغنى مناطق العالم في مصادر الحرارة الجوفية وينابيع المياه الحارة. فالطاقة الحرارية الأرضية والمائية تولد كامل الطاقة الكهربائية الأيسلندية، وتمثل ما نسبته 80% من الطاقة التي تستهلكها البلاد. من أشهر مناطق الينابيع الحارة فيها جيزر، والتي تنفجر خزاناتها الجوفية باستمرار لتطلق البخار في السماء على ارتفاعات عالية. هذه الانفجارات تؤدي إلى ظهور مستنقعات الوحول والتسربات الكبريتية، وأصبحت اليوم مقصدا سياحيا هاما في أيسلندا.